انا اسمع ان ورق رائد اسماعيل دايما حلو، هل ده حقيقة؟ انا دي كانت اول مرة اشتغل مع رائد الحقيقة، فالورق كان كويس طبعا يعني، بس دي اول مرة ما شف يعني ما عرفتش حاجات تانية يعني. كان طب ورق رهن اعتقال ده كان عاجبك؟ كان كويس، بس هي الاجواء بتاعت المسلسل كانت ضاغطه قوي يعني. بمعنى ايه؟ يلا بقى حصريات بقى، قول بقى ولا يهمك بقى، خلاص بقى طلع شيل شيلته بقى، انا مالي بقى. لا انا هقول لك مثلا ايه حاجتين انا استغربت منهم جدا. يعني المفروض ان انت في البدايات في حاجات كده بتديك دافع تحمسك وتديك طاقة ايجابية تشتغل يعني. انا اول حاجة كانت بالنسبة لي غريبة استغربتها، ان اول يوم تصوير ليا، المفترض ان انت بتعمل بطولة مسلسل ودور مهم يعني، فالمخرج لازم يبقى موجود يعني معاك وانت بتصور. انا ما كانش موجود رائد في اول يوم ليا التصوير. امال كان مين اللي اسمه سكند يونت؟ سكند يونت يعني. سكند يونت ايمن. ايمن خطاب. فاستغربت قوي يعني. المفروض ان اول يوم دوت بالنسبه لاي ممثل عايز يشوف المخرج ويتعامل معاه. لا مش فكره كمان، عايز انت المخرج هيحطك في اللاين ازاي يعني. انت فاهم؟ دماغه. يعني نوع يعني، وده ما كانش حصل لقاءات قبل ما نبتدي كمان يعني. هو كان جايبك من سماعه عنك بس؟ لا، القناة الإدارة مرشحاني وتمام، مفيش مشكلة يعني، واتكلمنا في التليفون. كان عندي أنا ضغط شغل تاني وهو عنده ضغط شغل، فمعرفناش نتقابل غير أول يوم تصوير. فأنا توقعت إن أنا أول يوم تصوير ده بالنسبة لي هيبقى موجود على أساس إن احنا نشوف هنعمل إيه، الشخصية ماشية إزاي. فما كانش موجود. في نفس اليوم عايزين يعملوا معايا حاله من التحميس، يحمسوني يعني ويدوني طاقه ايجابيه. فلقيت ايمن بيقول لي: عارف يا استاذ يحيى احنا عاملين كام مشهد امبارح؟ فانا قلت: كام يعني؟ احنا بكبرنا قوي وقت ما المخرج بيعمل يوم ضخم يتسقف له 30 مشهد ويبقى كده كتير قوي. قلت له: كام؟ قال لي: 102 مشهد. صمت وسلام عليك مولاي. فسكت يا وسيم يعني، عارف اللي هو انا سمعت صح ولا ايه؟ هو بيقولها هزار ولا بيقولها بجد؟ يعني عارف انا مستني فيلم يعني سينما. هل ده الفيلم المفروض اضحك؟ فيلم سينما الفيلم 100 وحاجه، الفيلم اقل من 100 مشهد. في 80 والله، في افلام 80 مشهد بتمط وبتاع يعني. اكتشفت ان ده العادي. 103 مشهد؟ 102 مشهد. 102 اصل احنا عملنا 103 بعد كده. والله كسرته بقى. عادي يعني. ما احنا في سقف لازم نعدي. ده بقى هو ده اقل من العادي بعد كده. فعارف اللي هو عارف انت بتتخض يعني. المفروض هو كان وقع الموضوع ان يديك حماسه انا اتخضيت طبعا. طب في كاروس كده مصر سمعت ان دخلت المستشفى، ده حصل؟ دخلت المستشفى مش ده؟ امال في ايه؟ لا ده في حاجه ثانيه بقى. بخرج مين؟ الاستاذ رائد بره. لا بس يا ابن النفوس يا جماعه، على حاجه الحلقه دي حلقه. لا 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 بس انا لا مش في المستشفى بس، انا كلمتك في مره اتصلت بيك انت فين يا محمد؟ في المستشفى معانا محلين. اترعبت؟ قلت لك مستشفى ايه اللي. لا بس كان انا كنت تعبان وكان في مجهود زياده زي ما بيقول يحيى، اليوم كان مضغوط جدا. بس ده في مسلسل تاني مع الاستاذ رائد. فاهم؟ فده مش هنتكلم فيه دلوقتي صح ولا لا؟ هنتكلم عادي. انا هجيب الاسرار يعني، لما نتكلم في اسرار ما نتكلم في حلقه لوحدنا بقى.